الموجز الثانية من A1 TV، أهلا بكم. نفت وزارة التربية والتعليم بشدة ما تنقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيمة المكافآت المخصصة للمعلمين المشاركين في برنامج الفاقد التعليمي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المانحين للبرنامج المدعوم من المنحة المشتركة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وافقوا على تخصيص مكافأة مقدارها 150 دينارا لكل معلم، وليس 400 دينار كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والإعلان بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال مالك الشركة في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة عين سارة في مدينة الخليل واقتحمت مقر الشركة الفلسطينية وأجرت عمليات تفتيش في مرافقها وصادرت معدات تعود للشركة قبل إغلاقها. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستعمل مع الدول الأخرى لتجنب حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أكد خلاله التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان والمنطقة. وأشار جونسون إلى أن أي اعتراف بالحكومة الجديدة يجب أن يكون على أساس دولي. قالت حركة طالبان في أول مؤتمر صحفي لها عقدته في العاصمة الأفغانية كابول إنها لن تسمح بأن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهاب، ووعدت باحترام حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن جماعته تعمل بنشاط على تشكيل الحكومة وسيعلن عنها بعد استكمالها. وأضاف ستكون المرأة نشطة للغاية في مجتمعنا وسيسمح لها بالعمل في إطار قوانين الإسلامية، لكنه لم يوضح ما يعنيه ذلك عملياً. توج بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بفوزه على غريمه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أهداف البايرن جاءت عن طريق روبير ليفاندوفسكي بهدفين وتوماس مولر، فيما أحرز ماركو رويس هدف دورتموند الوحيد، وبذلك يحافظ البافاري على لقبه للموسم الثاني على التوالي. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.